بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيدة جدا بتواصلي معكم في هذا الدرس المتعلق بالتحرير الإداري والمرتبط بكيفية تحرير المحاضر لبخوسي فيربو. أي موظف مهما تكون رتبته، مهما يكون منصبه، ممكن أنه يحتاج أنه يقوم بتحرير محضر انطلاقا من منصب الذي يشغله. يمكن يكون يعمل في مكتب تسجيل المستخدمين، يمكن يكون مهندس، يمكن يكون أي إطار يعمل في أي مكان، يعني يحتاج أنه يقوم بتحرير محضر. يمكن يكون تقني سامي يخرج، يعني تقني سامي تاع بناء، ممكن يخرج ورشات يحتاج أنه يكون يقوم بمعاينة ورشة أو غير ذلك، يعني يحتاج أنه يحرر محضر. أي موظف يحتاج إلى ذلك، وبالتالي من المهم جدا معرفة كيفية تحرير المحضر. أنا أؤكد أن كي نتناول الدروس ما نتناولهم من إطار أنه واحد يعمل في مكتب تسجيل المستخدمين، راني نتناولها من إطار أي موظف يمكن أنه يقوم بهذه المهمة. إذا عندنا ثلاث أنواع محاضر اللي منتشرة ومعروفة كثيرا. عندنا محضر اجتماع بروسي فيربال. بروسي فيربال هو بي في، حنا نقولوا مع نبدا كي نهضروا ما نقولوش محضر، دائما نتكلموا بالعربي واحد يكون واقعي ونقولوا بي في. بروسي فيربال هو بي في، بي تاع بروسي والفي تاع فيربال، بي في دو غينو، بي في بروسي فيربال دي سالاسيو محضر تنصيب، ولا بي في دو كونستا محضر معايدة، بي في دو غينو محضر اجتماع. محضر اجتماع واش معناه؟ معناه هنا عندنا اجتماع راه يعبر عن اجتماع. هذا الاجتماع واش فيه؟ هذا عقد في يوم معين في مكان معين، اشخاص معينين عندهم جدول اعمال معين، اوردر دو جور، عندهم جدول اعمال قاموا به وحاولوا يتناولوا هذاك جدول الاعمال. ما راحش اجتماع غير هكا، راه عندهم برنامج راهم حابين يتناولوا في هذاك الاجتماع ويقروا يدخلوا التوصيات والقرارات وغير ذلك. مهما يكون هذا نوع الاجتماع، سواء كان والي ولا كان مدير مع موظفين، ولا يكون جلسه اعضاء في اداره ولا غيرها من اللجنات، يعني يكون هناك اجتماع. كل محضر يكون اهم شيء فيه هو تاريخ المحضر، لان بتاريخ المحضر اللي نعرفوا المجريات تاع الاحداث اللي صارت. تاريخ المحضر مهم جدا، هو اول شيء يدور في المحضر. راح نشوفوا بامثله طبعا. محضر تنصيب عندنا بخصوص فيربال دستالاسو، كيجي موظف جديد ولا يكون عنده ترقيه في الرتبه ولا يكون مدير جديد جا ولايه ولا غير ذلك، يكون عندهم محاضر تنصيب. سواء كان موظف جديد ولا كان عنده ترقيه في الرتبه ولا منصب عالي، ولا نديروا له محطه تنصيب في هذيك المنصب ولا الرتبه اللي راه فيها جديده، ولا منصب شغل اذا كان متعاقد. محضر معينه كما قلنا يكون تقني ولا تقني سامي ولا اطار ولا قطاع تجاره ولا قطاع فلاحه ولا يروحوا مكان ما، يشوفوا وضعيه معينه، يقوم بمعاينه لو كونستات هذيك الوضعيه، يشوفوها كيفاش راهي ويعبروا عليها ويحروا محضر. كما قلت الـ كل اللي مشترك بين هذه المحاضر هو تاريخ المحضر. تاريخ المحضر هو اهم شيء في المحضر. لماذا؟ لانه به يكون هناك مرجع اللي يمكن نعرفوا هذاك المحضر واش صرا ذاك النهار، لانه بعد توقع احداث قال نهار فلاني درنا اجتماع فلاني وفوالا شكل. لانه المهم جدا انه يكون عندنا اول شيء في المحضر هو تاريخ المحضر. راح نشوفوا محضر اجتماع، يعني اسهل يعني محضر ممكن نقوموا به بما اني في مكتب تسجيل المستخدمين. راح نقوم محضر اجتماع لجنة الموظفين لفائدة الاسلاك الخاصة الترقية بالاختيار. هنا عندنا جبت واحد تقديم 12 ديسمبر 2018. اذا نبدأ نكتب التاريخ في نبدأ العام هو الاول، ما نقولش في 12 ديسمبر 2018، لا نبدأ 2018 في عام 2018 ولا سنة، معليش في عام 2018 متى؟ في اليوم 12 من شهر ديسمبر اجتمع أين؟ بمقر مديرية الجلسة الأمومية لولاية مستر غانم. أين؟ في أي مكان؟ في مصلحة الإدارة والوسائل طبعا، لأنه راه عندنا لجنة ترقية بالاختيار تحت رئاسة شكون؟ السيد المدير لجنة الموظفين لفائدة الأسلاك الخاصة، لأننا الترقية تاع تقني سامي في السكن الأمراض. نكتبوا شكون هما الحاضرون وشكون هما ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين. هذه لجنة مكتب الأعضاء، احنا ثلاثة، احنا عندنا نصاب ثلاثة. ثم ما هو؟ علاش درنا هذا الاجتماع؟ يمكن كاين عدة نقاط. هنايا نقطة واحدة، ترقية الموظفين عن طريق الاختيار في سلك التقنيين ورتبة تقني سامي في السكن العمراني، يعني عندي تقنيين حبينا نطلعوهم تقني سامي. ثم تكلمنا على القوانين اللي تحكم كدا والمراسيم، ومن بعد قمنا بترقية السادة
السيد طبعا مع هذه الوثيقة كاين قائمة التأهيل وكل شيء، يعني هذه فقط باش نبينه. من بعد هما يمضوا المحضر. قبل ما يكون هذا المحضر مكتوب بالورد وفي الورقة كما هكذا، لازم يكون مكتوب يدويا. لماذا؟ باش ما يبقاش من بعد تغيير، لأن ممكن ما راحش يقرا يرحم نابورت كوا. لا، لازم يتكتب فيه سجل، وهذاك السجل يمضوا فيه، ومن بعد نقوم بنقل ما في سجل على الورق، ويكون هناك مقارنة. اللي يعاود يمضي يعاود يقرا تاع السجل ويقطع الورقة، لأنه كان بعض المغالطات توقع، يعني وقعت للأسف الشديد وصارت مشاكل. إذا يكون هذاك المحضر دائما، المحضر نبدأ هذا المحضر الاجتماع لازم يكون في يكون مكتوب بالقلم، يكون مكتوب بالستيلو في ايفوجيسخ ولا في ورقة، المهم يكون كاين يكون مكتوب بالستيلو، ومن بعد بالقلم، ومن بعد يمضوا عليه كامل المعنيين، من بعد يعاودوا ينقلوه في ورقة باش كي مثلا يسحقوا في وظيفة عمومية ولا في مراقبة المالية يكون عندنا. هذا كمثال لي محضر اجتماع. نروحوا الآن محضر تنصيب، نفس الشيء في عام 2018 وفي اليوم 25 من شهر مارس، نحن السيد مدير تشريف العمومية مستر غانم قمنا بتنصيب السيدة يا زميلة مهندسة دولة في سكن العمران المديرية. يعني هنايا راهي منصبة، هذا محضر التنصيب هو اللي راح نديروا به مقرر التعيين تاع الزميلة. لازم محضر التنصيب قمنا بتنصيبها حتى قمنا بتعيينها، هي تمضي قبل ومن بعد مدير التشريف العمومية يمضي. محضر معينة يعني أسلوب، يعني هذا وجه مثال ممكن يعني نديره بأي طريقة. أنا موقع أسفل السيد أحمد بصفتي مهندس دولة وقسم الفرعي إدارة مستر غانم، قد انتقلنا إلى موقع مدرسة محمد مثلا ومعاينة مدى تقدم أشغال تدفئة، وذلك بتاريخ 2000، يعني ما كملش، يعني ممكن وقد لاحظنا مثلا تهري مثلا عدم توصيل الغاز ولا غير ذلك ولا توصيله، ولا المهم يقوم ب المعاينة. أنا ما عنديش تقنية، يعني ما طولش، لكن لازم نأكد على التاريخ، وليكن عندنا توقيع المهندس. هذا راح وحده، إذا كان راحوا بزاف يديروا شحال راحوا كلهم يمضوا، ممكن يروح بغديت شوية، ممكن يروح بزاف صوالح، يعني هذا فقط مثال بسيط جدا. إذا محضر معاينة هو بي في دو كونستا، بي في هي بروسي فيغ. إذا عندنا ثلاثة أنواع من المحاضر، عندنا محضر اجتماع، عندنا محضر تنصيب، وعندنا محضر معاينة. هنايا ممكن بزاف يقوموا بخطا انهم هنا يديروا ان داتور باغ اكزومبل، هما دار في عام 2018 صح كتبها نيشان، من بعد راح دار كاشي 20 دار هنا 28 ولا برومي ما برومي افريل، راح دار كاشي من بعد سكرتيرا غلطت ولا لا. محضر تنصيب ما نديروش محاضر، مهما يكون محضر ما نديروش اي تاريخ، نخلو التاريخ اللي راه مكتوب، ما نديروش ان كاشي هنايا، ولا بغا نديرو كاشي نديرو لو ميم، نديرو تاع 12/12/2018، نخلو نفس الكاشي، ما نديروش باسكو حنا غادي ندو هذا التاريخ بعين الاعتبار، ديرو لما ديش غير كيف كيف، من الاحسن ما نديروش، خلو كيما هاك. هذا محضر، هذا ماهوش رساله باش نديرو ان كاشي هنا تاع العضات ان داتور، نديرو خلو محاضر. الخطا اللي يقوموا به كثير منا، شخصيا انا تاني كنت قمت به في اول مره كنت نستعمل محاضر، كانوا لانونا قالونا بلي ما نستعملوش اي كاشيت على ضغط هنا. انا دائما نتكلم عن واقع وتجربه، ونتمنى اني قد وصلت المعلومه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.